بسم الله، هنحل مع بعض في الفيديو ده امتحان باوربوينت واجهة عربية، امتحان باللغة العربية، 36 سؤال نيو اي سي دي ال. الامتحان التجريبي، اول سؤال بيقول لي طبق قالب تصميم اللي هو ديزاين تمبليت من اختيارك على كل شرايح العرض في العرض التقديمي المفتوح مواد علمية. أول حاجة أتأكد من اسم الملف المفتوح علشان أطبق قالب تصميم من التصميم، كلمة ريبن أو الشريط اللي هو تصميم، وإمكاني أضغط على أي تصميم من دول، بضغط عليه يتطبق على الكل. لو عايز أطبق على المحدد أو على أي اختيار آخر غير الكل بعمل كليك يمين بيظهر لي الخيارات. انا هنا مطلوب اني اطبق على الكل، بضغط على اي قالب وبضغط وخلاص. اما لو كنت عايز اطبق على شرائح محددة بعمل كليك يمين واختار تطبيق على الشرائح المحددة. السؤال التاني بيقول لي في العرض التقديمي المفتوح مواد علمية، اجب عن السؤال الموجود في الشريحة التالتة تحت العنوان السؤال الثاني، اوصل للشريحة الثالثة هلاقي مكتوب فيها سؤال، هنفذ السؤال الموجود في الشريحة الثالثة. السؤال بخصوص بحث في الهلب او تعليمات اوفيس عن كلمة ما المقصود بالشريحة الرئيسية، ولو البحث جالي بالانجليزي او الهلب جالي بالانجليزي ابحث بالانجليزي What is a slide master؟ هضغط على علامة الاستفهام هيظهر لي، وطبعا اختصارها F1، F1 من لوحة المفتاح، مطلوب اني اكتب الموضوع اللي هبحث عنه. وهنا قال لي ما المقصود بالشريحة الرئيسية، بعد كده ادخل على ما المقصود بالشريحة الرئيسية زي ما قال لي واشوف ايه المكتوب. هنا مطلوب مني بيقول لي ايه المكتوب، المكتوب لانشاء شريحة رئيسية خاصة بك او تخصيصها. انا هبقى هشوف موجودة فين، تبقى رقم كام لانشاء شريحة رئيسية، هي جيم، هكتب له في الحالة دي الجواب جيم. علشان السؤال ده يديني درجة بعمل حفظ بعديه. السؤال اللي بعد كده، اجب على السؤال الموجود في الشريحة الرابعة تحت العنوان السؤال الثالث في العرض مواد علمية، اتأكد ان انا في العرض الصحيح، اوصل للشريحة الرابعة زي ما قال لي، ابتدي اقرأ في السؤال واشوف. السؤال بيقول لي هنا ايه، اي من انواع العرض التالية تستخدم عادة لتحرير او لتصميم الشرائح في العرض التقديمي، قم بوضع اجابتك المتمثلة باحد الاحرف التالية الف وباء وجيم بين القوسين. يبقى السؤال هنا ايه العرض اللي بستخدمه في الغالب يعني لتحرير تصميم الشرايح عشان اعدل التصميم بتاع الشرايح في العرض التقديمي، وادالي اجابات، قال لي عرض الشريحة الرئيسية وعرض فرز الشرايح وعرض عادي وعرض مخطط تفصيلي. عرض الشريحة الرئيسية بستخدمه لعمل تغييرات عامة تتأثر بها القالب المكون للشرايح. عرض فرز الشرايح بستخدمه للفرز وترتيب ومتابعة التوقيت بتاع كل شريحة. عرض عادي اللي هو النورمال العادي بتاعي او عرض الشريحة زي ما بنسميه، ده اللي في العادة بصمم فيه الشرايح كلها، ده الجواب بتاعي. عرض مخطط تفصيلي برضو بستخدمه لتنظيم العناوين في الشرايح، برضو اعادة ترتيبها وتنظيم العناوين، وبرضو بستخدمه في التصميم، لكن عادة بستخدم العرض العادي اللي هو الجواب جيم، واكتب له في الجواب جيم. السؤال الرابع، احفظ العرض التقديمي المفتوح مواد علمية باسم علم المعادن في المجلد document litmus ثم اغلق الملف. يبقى هعمل عملية حفظ، اعادة حفظ، فبعمل ملف ومن خلالها اختار حفظ باسم، هوصل للمسار اللي قال عليه document litmus او المسندات litmus، بلاقي المسار مفتوح ببتدي اكتب الاسم اللي قال لي عليه مواد علمية او علم المعادن، اغير مواد علمية باسم علم المعادن وبعد كده حفظ
وفي النهاية بغلق الملف من ملف وإغلاق. احذف صورة برج إيفل الموجودة في الزاوية اليسرى العليا اليسرى في شرائح العرض التقديمي المعادن في العصور القديمة. عندي ملف اسمه المعادن في العصور القديمة، بيقول لي في صورة اسمها برج إيفل، واضح إنها متكررة في كل الشرائح، يبقى بالتأكيد يقصد إن هي موجودة في الشريحة الرئيسية سلايد ماستر، مش هحذفها بشكل فردي لأنها مش فردية، ده موجودة في الشريحة الرئيسية. يبقى مطلوب إني أدخل للشريحة الرئيسية عن طريق عرض، قائمة عرض، ومن خلال عرض أضغط على الشريحة الرئيسية، ولازم أوصل للشريحة الأولى، لازم أوصل للشريحة الأولى في العرض، وأحدد الصورة، ومن لوحة المفاتيح ديليت وإغلاق العرض الرئيسي. طبق ترقيم أوتوماتيكي في تسجيل كل شرائح العرض التقديمي اللي هو اسمه المعادن في العصور القديمة ما عدا شريحة العنوان، وفي النهاية احفظ العرض. لعمل تسجيل أوتوماتيكي طبعا رأس أو تسجيل من إدراج، وفي إدراج هختار الرأس والتسجيل. هنا طالب طبعا رقم الشريحة، بإمكاني طبعا لو ضغطت على الرأس والتسجيل أو حتى التاريخ والوقت أو حتى رقم الشريحة بيفتح لي نفس طبعا مربع الحواري، فأنا في الحالة دي هختار رقم الشريحة، هضغط كليك عليها، لكن بلاحظ إن قال لي ما عدا شريحة العنوان، أضغط على علامة صح عدم الإظهار على شريحة العنوان، هو بشكل افتراضي عاملها فأنا بسيبها زي ما هي. وبقول له تطبيق على الكل، لاني طبعا قال لي على كافة شرائح او كل شرائح العرض التقديمي، كده انا طبقت السؤال. بعد كده بحفظ العرض من ملف وحفظ او من علامة سيف او كنترول واس من لوحة المفاتيح. السؤال اللي بعد كده في الشريحة التانية بعنوان الذهب، غير التخطيط ليصبح محتويين اللي هو تو كونتنت. اوصل للشريحة التانية واحددها، بلاحظ عنوانها الذهب، اغير التخطيط بتاعها. التخطيط بيتغير من الصفحة الرئيسية، من شريحة، من طبعا شريحة بختار تخطيط، وبختار زي ما قال لي طبعا تو كونتنت او محتويين. السؤال الثامن، انقل الشريحة الرابعة بعنوان النحاس بحيث تصبح الشريحة الثالثة في العرض التقديمي. أنا عندي أكتر من طريقة، باجي على الشريحة الرابعة طبعا وبحددها، ممكن أعمل عليها كليك يمين وأختار قص وأروح بعد الثانية عشان تبقى الثالثة، أو أحدد الثانية وأعمل لصق، أو بالسحب عادي ممكن أضغط وأسحب، وأضغط وأسحب ده ممكن أفشل فيه، لكن أتأكد ان هي رقمها مظبوط، يعني اضغط واسحب جه مظبوط مظبوط، ما جاش انا جبتها في شريحة رقم واحدة مش مظبوطة، بسحبها تاني وانزل اخليها رقم زي ما قال لي احنا محتاجينها رقم 3، لازم اتأكد ان رقمها بقى 3 كده مظبوط مع السحب. غير لون خلفية الشريحة الخامسة بعنوان الفضة الى اي لون من اختيارك فيما عدا اللون الاسود والابيض او التلقائي. اول حاجة اروح احدد الشريحة رقم 5 واتأكد ان عنوانها زي ما قال لي الفضة، ولتغيير الخلفية ده من الريبن او الشريط اللي اسمه تصميم، ومن تصميم هلاحظ الامر اسمه انماط الخلفية، هختار تنسيق الخلفية واتأكد تعبئة خالصة عشان اعبي لون، واختار من الجردل ده اي لون، طبعا بيتم تطبيقه هنا في الحالة دي على الشريحة المحددة فقط. طب لو كان قال لي طبق على الكل بضغط تطبيق على الكل، لو عايز ألغي ده وارجعها بعمل إعادة تعيين الخلفية لو عايز ألغي اللون ده بحيث تبقى شبه كل شرائح العرض، لكن هنا هضغط إغلاق من غير ما أضغط أي حاجة لأنه بيتم تطبيقه على الشريحة الحالية أو المحددة فقط، إلا لو حبيت أطبق على الكل بضغط على الكل، لو حبيت أمسحها اللي انا عملتها التعديلات دي او الغيها بعمل اعادة تعيين للخلفية. ادرك شريحة جديدة بعد الشريحة السادسة
بتخطيط عنوان ومحتوى اللي هو title and content، واكتب العنوان الرصاص. لازم اقف هنا طبعا بعد السادسة، يبقى احدد السادسة حتى اوقف المؤشر كليك بعد السادسة، يا يعني اما احدد الشريحة السادسة او بكليك بعديه، وابتدي في ادراج شريحة جديدة من الصفحة الرئيسية، واختار شريحة جديدة اضغط على السهم، واختار التخطيط اللي قال لي عليه. هنا قال لي عنوان ومحتوى title and content، اكتب العنوان هنا في الرصاص زي ما لو ايا كان اللي قايل لي عليه. اظهر الشريحة المخفية اللي اسمها القصدير في العرض التقديمي اللي هو المعادن في العصور القادمة اللي مفتوح قدامي بالشكل ده. الشريحة المختفية هي رقم طبعا ما قاليش عليها، اللي اسمها القصدير. فانا لو بصيت على ارقام الشرايح هعرف اي شريحة مختفية. رقم الشرايح بيكون مميز شوية، عليه خط زي كده. اظهر الشريحة دي ازاي؟ اكتر من طريقة. ممكن كليك يمين واعمل اخفاء الشريحة، اضغط عليها تاني يقوم يظهر. ممكن لو حبيت اظهرها طبعا من مكان اخر من عرض الشرائح، واختار اظهار او اخفاء الشريحة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي غير طريقة العرض التقديمي اللي هو المعادن في العصور القادمة، العرض فرز الشرائح اللي هو سلايد سورتر، واحفظ العرض. برضه عندي اكتر من طريقة، طبعا في قائمة عرض اكيد مختصة بالعروض، وكمان عندي على الاستاتس بار او شريط الحالة طريقة عرض فارز الشرايح. ممكن اطبق بالشكل ده من شريط الحالة او من ريبن او شريط عرض، واختار منه فارز الشرايح. وبعد ما انتقل للعرض قال لي اعمل حفظ للملف، منساش اعمل حفظ للعرض او البرزنتيشن بتاعي. المجموعة التانية، ما لم يذكر خلاف ذلك لا تغلق اي مستند. بقول لي ما تقفلش مستندات. في الشريحة الاولى ادخل العنوان الفيتامينات الاساسية، اتأكد ان في الشريحة الاولى في عندي هنا عنصر نائب لعنوان كاتب لي انقر لاضافة عنوان، بضغط كليك عليه وابتدي كتابة العنوان اللي قال لي عليه. ناخد بالنا في الكتابات لازم تكون مطابقة، يعني الهمزة والتاء المربوطة لازم تكون بالظبط عشان اخد الدرجة كاملة. كده حليت السؤال الاول، اتنقل للسؤال التاني. في الشريحة الاولى غير لون خط العنوان الفرعي من اي الى سي، من ا الى سي، الى اي لون من اختيارك عدا الاسود او الابيض او التلقائي، وفي النهايه بحفظ العرض. عندي نصوص مكتوبه في عنوان فرعي مطلوب اني احددها. عندي طريقتين للتحديد. انا بفضل دايما ان احدد كامل البليس هولدر او العنصر النائب، يعني المربع اللي فيه الكلمات. بلاحظ لو حددت اي جزء من الكلمات بخط منقط كده او مقطع، انا بعمل كليك على المربع نفسه او العنصر النائب ده نفسه، كليكة واحدة عليه بيتم تحديد كل اللي جواه، ودي طريقة سهلة. وبلاحظ ان شكل المربع ده اصبح متصل لما عملت كليك عليه. اما لو حددت اي جزء من جواه بيبين لي انه مقطع، انه مش متحدد بالكامل. بعد ما حددته اطبق اللي قال لي عليه. تغيير اللون من خلال الاداة بضغط واختار اي لون طبعا عدا الالوان اللي قال لي عليها، وحفظ بالتأكيد. ممكن كنترول اس او من علامة الديسك. السؤال الثالث، في الشريحة الثانية المعنونة بما هي الفيتامينات، غير حجم خط العنوان ما الفيتامينات الى 36. بغير الحجم، بحدد طبعا زي ما قلت انا بفضل دايما بحدد كامل العنصر النائب اللي هو المربع، بنسميه المربع. بضغط على شكل المربع ده على طول اي جزء فيه بس يبقى متصل. طالما متصل كل اللي جواه متحدد. اغير بقى هنا حجم الخط ايا كانت القيمة، بختارها، لو مش موجودة بكتبها. انقل النص مضادات الاكسدة من الشريحة الرابعة المعنونة بما هي الفيتامينات الاساسية الى الشريحة الخامسة بعنوان فيتامينات. مطلوب هنا مهارة القص واللزقة والنسخ واللزق. طبعا هنا هوصل للنص المطلوب في الشريحة الرابعة اولا واحدده مهارة التحديد. هنا بختار مضادات الاكسدة، ممكن اضغط كليك عليه او
اضغط بالشكل ده واعمل قص بقى من قط او كنترول واكس، بعمل قص وبعد كده بروح المكان، المكان قال لي عليه في الشريحه الخمسه، بوصل للشريحه الخمسه، بوصل في النهايه وبعمل انتر عشان يبقى نقطه جديده، يعني بيبقى هنا عندي تعداد نقط جديد، واعمل لصق في الحاله دي. لو عمل عندي مسافات حبيت احذفها بحذفها، مفيش كده خلاص. السؤال اللي بعد كده، غير القائمة الرقمية في الشريحة السادسة المعنونة بمصادر الحصول على فيتامين ألف إلى قائمة نقطية. هوصل للشريحة السادسة ولاحظ إن فيها قائمة، بس قائمة ذات تعداد رقمي زي ما احنا شايفين. بحدد كليك، أنا قلت دايما طريقتي إني بحدد العنصر النائب اللي هو المربع بالكامل، بضغط كليك عليه، العنصر النائب دوت بيحدد لي كامل الليستة وأغيرها ل قائمة نقطية. أنا ضغطت جاب لي الافتراضي. السؤال اللي بعد كده، احذف الشكل الموجود في الشريحة السابعة. أول حاجة لازم أوصل للشريحة السابعة واللي عنوانها فيتامين بي المركب. قال لي احذف الشكل الموجود الذي يحتوي على نص فيتامين بي المركب اللي هو ده. بحدد الأشكال دي طبعا بحددها بكليك عليها وبعمل ديليت من لوحة المفاتيح، بيتم حذفه بشكل مباشر. السؤال السابع بيقول لي انشئ مخطط هيكلي اورجانيزيشن شارت في الشريحة الثالثة عشر بعنوان تصنيفات الفيتامينات الاساسية، واملأ المخطط بالتفاصيل كما يظهر بالشكل الادنى. اعطيلي مخطط تفصيلي هقلده يعني، لكن هوصل للشريحة رقم 13. الشريحة رقم 13 لما هوصل لها هنشوف هل هي فارغة عشان اعمل من ادراج ولا في عنصر نائب للتخطيط الهيكلي ده، وهضغط عليه. لو وصلت ل 13 الاحظ ان في عنصر نائب اهو، بضغط عليه سمارت ارت اللي هو عنصر نائب، طبعا هنا اختار منها السمارت ارت او الرسومات الذكيه دي، هيظهر لي الديالوج بوكس او المربع الحواري اللي فيه اختيار رسم، قال لي هيكلي، بضغط على هيكلي. لو ضغطت على هيكلي الاحظ هنا هيجي لي اسمه بالظبط زي ما قال لي عليه، اورجانيزيشن شارت او تخطيط هيكلي. اول واحد طبعا مخطط هيكلي، ولو وقفت كده بتاكد اسمه مخطط هيكلي اهو زي ما هو قايل لي بالظبط نفس الاسم. بعدها بعمل موافق بيجيب لي الشكل، ببتدي في كتابه النصوص وما بهتمش النصوص طبعا لو كبيره او كده بيحصل هنا في احتواء للنصوص، فانا بكتب وهو بيعمل احتواء تلقائي للنصوص. المربع ده طبعا عامل مساعد زايد، بعمل له كليك وديليت من لوحه المفاتيح، حذفته وببتدي بكتب بقى القابله للذوبان بالماء وطبعا القابله للذوبان بالدهون، وبعد كده بحذف برضو العنصر الثالث او الشكل الثالث اللي انا مش محتاجه، بحدده وبحذفه. طبقت اللي قال عليه بالظبط، بتنقل للسؤال التالي. في الشريحة 14 معنونة بالمقدار اليومي اللازم من الفيتامينات التي تذوب في الماء غير النص المعدنية إلى الفيتامينات. هنا سؤال عن اختبار الكتابة، يعني سؤال بسيط إزاي هقدر أستبدل كلمة بكلمة أخرى، وده يعني مهارة الكتابة. ألاحظ في كلمة المعدنية هنا موجودة في الجدول في العمود الثاني، بضغط داخل الجدول ممكن أعمل دبل كليك على الكلمة وأستبدلها على طول أكتب الفيتامينات. في الشريحة الرابعة الـ14 برضو المعنونة بالمقدار نفس اللي أنا فيها، احذف العمود الفارغ في الجدول. أنا بلاحظ إن في عمود موجود عندي هنا في الجدول، وحذف الأعمدة ممكن طبعا أعمل كليك يمين وحذف، لكن أنا للتعامل مع الجداول بحدد أي خلية في العمود، ده أفضل طريقة وأمن طريقة. أي خلية في العمود بحددها وبلاحظ أدوات الجدول ظهرت عندي، هختار شريط التاب تخطيط ومن خلالها حذف، والحذف أعمدة حذف للعمود المطلوب. غير نوع المخطط في رسم بيان عندي في الشريحة الرابعة الـ14 من مخطط هو نوع شريطي اللي هو بار شارت إلى عمود ثنائي الأبعاد تو كولم شارت. أحدد الأول الشريحة 14 وأوفيها، وأحدد الرسم البياني اللي قال عليه اللي هو
في شريطي واختار تصميم، بمجرد ما بحدد الرسم بني او التخطيط بيظهر ادوات المخطط بالشكل ده، بختار تصميم ومنها تغيير نوع المخطط. لما اختار تغيير نوع المخطط الاحظ ان عندي هنا اعمدة، فانا اختار اعمدة، ومن اعمدة بلاحظ ان هو قال لي ثنائي الابعاد اللي هو تو كولوم دي، الجزء ده ثنائي الابعاد ده طبعا هعرفه بقى بالنظر بالرؤية، ده ثنائي الابعاد ومقصود به الافتراضي، هختاره واقول بعد كده موافق. وبالتأكيد لما بقف على اي مخطط بيجي لي الاسم المطلوب. اخترت الافتراضي وموافق فتم السؤال. في الشريحة 14 برضو اعرض تسميات البيانات اللي هي الداتا ليبلز في المخطط، اي رسم بياني عايز اعدل فيه شيء يظهر او يختفي بدخل على ادوات المخطط، ومن خلال التاب او اللسان اللي اسمه تخطيط ببدأ اتعامل. اولا بحدد الرسم بيانة عشان يظهر ادوات المخطط، بعد كده بضغط على تخطيط، هنا قال لي تسميات البيانات بضغط عليها، بلاحظ ان هي بلا، انا بختار اي حاجة بقول له توسيط مش مشكلة بتظهر، بلاحظ ان البيانات ظهرت عندي هنا. في الشريحة 15 المعنونة بالمقدار اليومي اللازم من الفيتامينات اللي تزود في الدهون، انشئ مخطط عمودي لو الافتراضي كولوم شارت باستخدام البيانات في الاسفل. اعطي لي بيانات عشان انشئ رسم بياني، اول حاجه اوصل للشريحه 15 زي ما قال لي واشوف هل عندي عنصر نائب ولا هعملها من ادراج. لو ما كانش عندي العنصر النائب دوت اضغط على رسم بياني هنا كنت هجيبها من ادراج واختار مخطط، لكن عندي عنصر نائب اضغط عليه، مجرد ما هضغط عليه هيبدا يجيب لي اختار نوع الرسم البياني، ومن نوع الرسم البياني طبعا هيفتح لي برنامج اكسل وهبتدي اكتب البيانات دي بالظبط زي ما هي موجودة. بضغط على اللي طبعا عمود، اختار العمود الافتراضي اخترته، بلاحظ ان بيفتح لي اكسل، بمجرد ما هعمل موافق هيفتح لي برنامج اكسل زي ما احنا عارفينه ويجيب لي بيانات عشوائية كده انا بعدلها. في تعديلي ليها لازم اراعي ان كل خلية مكتوبة تكتب في نفس الموضع من اكسل، يعني A1 فاضية أسيبها A1 فاضية زي ما هي كده، B1 فيها رقم 5000، A2 فيها فيتامين أ، ببتدي أقلد كل خلية بالظبط مكتوب فيها إيه. وبالتأكيد لازم أعرف إن الخط الأزرق ده هو بيحيط بالبيانات اللي بيتم تمثيلها في الرسم البياني، فأنا هنا بيقول لي لتغيير حجم نطاق البيانات اسحب زاوية النطاق اليسرى السفلية. السنة الزرقاء دي بضغط عليها وبحركها على النطاق عشان يستبعد البيانات اللي انا مش عايزها، بضغط عليها بالظبط شكل السهم بتغير كده، خلاص حددت شكل البيانات، ببتدي اعدل البيانات بالقيم المكتوبة. بلاحظ ان A1 فاضية بسيبها فاضية، الوحدة الدولية مكتوبة في B1 بكتبها في B1، 5000 موجودة في B2 بكتبها في B2، بقلد بالظبط بنفس المواضع واتأكد ان الخط الازرق ده بيحيط بالقيم اللي انا عايزها زي ما هو موجود بالظبط. وبعد ما بكمل البيانات وبحرك الخط يحط بيها بالظبط ممكن خلاص اقفل اكسل وكده السؤال خلص. المجموعه الاخيره من الاسئله بيقول لي احذف الحركه الانتقاليه اللي باسم تلاشي، احذف الحركه الانتقاليه تلاشي من كل شرائح في العرض التقديمي واعطي لي اسم الملف. عشان اتعامل مع الحركات الانتقاليه بلاحظ كلمه انتقالات، بدخل على انتقالات بلاحظ ان في حركه متاخده اسمها تلاشي، عشان احذفها بعرض المعرض بالكامل عشان اوصل لبلا، بحدد بلا. طبعا بالتاكيد قال لي طبق ده على كل الشرايح مش الشريحه المحدده فقط، لازم اختار تطبيق على الكل. في الشريحة الثانية المعنونة بتطوير الحلول وإعطاء القيم، قم بعمل انعكاس أفقي اللي هو فليب هوريزونتال للسهم البني، لازم أوصل للشريحة رقم 2 وأحدد كليك على السهم البني، هيظهر لي شريط أدوات، شريط أدوات التعامل مع الرسم، شريط أدوات الرسم، بضغط على تنسيق وأختار من استدارة انعكاس أفقي، حصل انعكاس للشكل.
في الشريحة التانية المعنونة بتطوير نفس الشريحة، غير لون الأسهم إلى أي لون من اختيارك فيما عدا اللون الأسود والأبيض والتلقائي. عشان أغير لون الأسهم يبقى لازم أحددهم. هنا مهارة بس تحديد الأشكال. السؤال ده فكرته إن أنا أقدر أحدد ولا لأ، بضغط كنترول وكليك أو شيفت وكليك كده حددت السهمين. قال لي بقى اعمل غير لونهم إلى أي لون من اختيارك. طبعا لون الشكل أو لون التعبئة المقصود، بختار هنا أي لون عدا الأبيض والأسود والتلقائي، وطبعا تم علاء المحدد. في الشريحة التانية المعنونة بتطوير الحلول وإعطاء القيم، نفس الشريحة اللي أنا واقف فيها، أدرج الصورة المسماة رمز الشركة من المجند دوكيمنت مصر إلى منتصف الشريحة تماما بين الأسهم، واحفظ الملف. أساسا لما حدرج الصورة بتيجي في المنتصف. طيب لو ما جتش في المنتصف، هي المفروض الوضع الافتراضي بتيجي في النص أساسا. بعمل لها محاذاة واختار بقى توسيط والمنتصف لو حبيت اعملها، لكن احنا هندرج الصورة من قائمة ادراك طبعا ومن ادراك بضغط على صورة من ملف، بعد كده بختار المكان اللي قال لي عليه دوكيمنت لتمس او المسلة لتمس، واختار رمز الشركة، هي جت في النص بالظبط. واللي احفظ بتأكد ان انا بحفظ. في الشريحة الثالثة اضف مستطيل تحت العنوان القوى العاملة العالمية والمتنوعة، بحيث تكون تقريبا بنفس حجم ولون وموقع باقي المستطيلات في كل الشرائح. لو بصيت على كل شريحة هلاقي المستطيل تحت العنوان ازرق اهو. فكرة السؤال ان بيعرفني لما بنسخ صورة او حتى شكل بيبقى محتفظ بخصائصه، من ضمن خصائصه الموضع بتاعه المكان. فلو نسخت المستطيل الأزرق ده وحطيته في الشريحة المطلوبة هيجي في نفس المكان بالظبط. هي دي فكرة السؤال، إن هتنقل هحدد اللي قال عليه دوت المستطيل الأزرق، بلاحظ إن هنا مش موجود أهو، هجيبه من أي شريحة موجودة أحدده وأنسخه نسخ، وأروح للشريحة اللي ما فيهاش اللي قال عليها رقم 3 وأعمل لصق، بلاحظ إن بيتنسخ في نفس الموضوع. هي دي فكرة السؤال، إن الأشكال بتنسخ في نفس الموضوع. في الشريحة الرابعة المعنونة بحقائق حول شركة بي تي، أضف الملاحظة بيانات موثقة ثم أحفظ الملف. هنا بيختبرني هل هعرف جزء الملاحظات اللي مكتوب فيه، أنكر لإضافة ملاحظة، هقدر أعرف إن المكان ده الملاحظات بتتكتب فيه ولا لأ، أنا هكبره عشان نشوفه، وهنقر لإضافة الملاحظة وهكتب الكلمة اللي قال لي عليها بالظبط اللي هي بيانات موثقة، بنراعي طبعا المطابقة الكاملة في الكتابة. بعد ما خلصت بعمل عملية حفظ، اما كنترول اس او رسمة الديسك من هنا، وبعمل حفظ. في الشريحة الخامسة بعنوان الخبرة، اختر المستطيل المستدير الزوايا وارسله الى الخلف. هوصل للشريحة رقم 5، هلاقي فيه مستطيل واللي مستدير الزوايا اهو، احدده بكليك. هيظهر عندي لما بحدده بكليك شريط ادوات الرسم من خلال تنسيق، او ظاهر عندي اصلا في مكان اخر ترتيب اهو، نفس الفكرة من في الصفحة الرئيسية او في تنسيق. اختار ارسال الى الخلف زي ما قال لي، وقال لي وارسله الى الخلف. لو كان قال لي وارسله الى الخلفية اخد بالي اضغط على السهم واختار منه الخلفية. لو قال لي للأمام بختار هنا الأمام. لو قال لي المقدمة بضغط من خلال السهم وبختار اللفظ بالظبط. في الشريحة السادسة قم بتجميع كل العناصر الموجودة على العنوان مهمتنا ثم احفظ العرض. لازم اوصل للشريحة السادسة اولا واشوف العناصر الموجودة اقوم بتحديدها. تحديد العناصر بيتم ازاي؟ عنصر اول كليك عادي، العنصر التاني بكنترول او شيفت مع كليك، متفرقش معاه كنترول او شيفت، ومن خلال تنسيق او في عندي تجميع ظهر اهي ممكن اختار تجميع على طول. لو قال لي طبعا فك التجميع من نفس المكان، واحفظ العرض واتنقل للسؤال التالي. انقل المخطط الموجود في الشريحة السابعة اسفل العنوان واعطي العنوان ده إلى الشريحة الرابعة تحت العنوان حقائق حول شركة بي تي. يبقى لازم أوصل للشريحة رقم 7 وألاقي فيها مخطط موجود. كليك على الشريحة رقم 7 في الـ Thumbnails أو المعاينات دي،
او العينات بضغط عليها بلاحظ ان فيه رسم بياني اهو مخطط، كليك عليه من بره من على الاطار الخارجي ليه، يعني لو اضغط عليه كده اي ضغطة وبعدين اضغط كليك على الاطار الخارجي عشان يتم تحديد كل رسم بياني مش جزء منه، لازم احدد الاطار الخارجي واختار طبعا. هنا قال لي انقل يعني قص، اختار قص او كليك يمين وقص، وبعد كده اروح للشريحة اللي عليها، في الحالة دي هي الشريحة الرابعة. بعد قص اروح للرابعة، ولاحظ ان عندي مكان اهو، لو كان عندي عنصر نائب كنت احدده بحيث يجي فيه على طول، لكن انا هعمل لصق لان ما عنديش هنا عنصر نائب ولا حاجة، هعمل لصق. لاحظ ان المكان هيبقى مختلف، هيحتاج تحريك، بحرك العنصر عادي. اي اني بحدد الاطار الخارجي لرسم البيان عشان اقدر اتحكم فيه بالحركة كده، ظبطته في موضوع. اضبط اعداد صفحة العرض التقديمي بحيث يتم تغيير حجم الشرايح لتعرض على هيئة جهاز عرض overhead. عشان اتحكم في طريقة العرض ده بيتم من خلال الريبن التصميم، ومن خلال تصميم بختار اعداد الصفحة، ومن اعداد الصفحة بغير حجم الشرايح حتى اختار من تحت هنا جهاز عرض اللي هو اوفر هيد. طبعا هنا بغير مساحة الشريحة، لو هتتعرض على شاشة طب مقاس الشاشة كام في كام، طب لو حاطط طبق على ورق مقاس الورق كام، كل ده بيتم من خلال تصميم واعداد الصفحة. قم بالتدقيق الإملائي للعرض التقديمي شركة بي تي للحلول المعرفية، وقم ثم قم بالحفظ. وبيلفت نظر ان اسماء الاعلام واسماء الاماكن يمكن تجاهلها في التدقيق، يعني اللي يدولك يعمله ما تدورش انت وراه. يعني عشان اعمل تدقيق إملائي ونحوه بضغط F7 من لوحة المفتاح، او من خلال مراجعة بختار تدقيق إملائي، وفي الغالب هضغط تغيير لحد طبعا ما يقول لي انتهى، تم الانتهاء من التدقيق الإملائي. في الشريحة الثامنة أسفل العنوان السؤال 12 أجب على السؤال. أوصل للشريحة الثامنة هلاقي عنوان اسمه السؤال 12 اللي جاوب عليه. في أي زاوية في الشاشة تعرض أيقونة تسمح لك بالتنقل بين الشرائح خلال عرض الشرائح؟ طبعا ده سؤال غريب لأن بتختلف، في العربي بيبقى في أسفل اليمين، في الإنجليزي في أسفل الشمال، بتبقى في أدوات بتساعدني أسهم كده بتساعدني للتنقل، لكن هنا بيحاسبني على إنها بالإنجليزي، فطبعا هيبقى في أسفل الشمال بجيم في الزاوية السفلى اليسرى، فهكتب له هنا جيم، مع إن ده غلط لأن في العربي بيبقى أنا بمتحن عربي المفروض يعني، لكن هنقول له على اعتبار إنه إنجليزي في أسفل الشمال. هو طبعا يقصد الأزرار دي اللي بتبقى في أسفل الشمال بالشكل ده، وبتنقل من خلالها بين الشرائح أثناء العرض. خلصنا 36 سؤال، لسه في 50 سؤال في الفيديو القادم. نشترك في القناة ونتابع كل جديد.